بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، واحد تحية كبيرة وجميلة للإخوة والأخوات المشتركين في هذه القناة، والإخوة والأخوات المتابعين والمشاهدين الكرام، تحية للجميع. اليوم موعدنا مع منظومات الدفاع الجوي، أو أحد أنظمة الدفاع الجوي القصيرة المدى اللي كتمتلكها قوتنا المسلحة الملكية المغربية ولله الحمد. فهذا الجيش المغربي العتيد تعود دائما على العمل في الظل، بما في ذلك مجال الصفقات العسكرية. فالسرية تعتبر ضمن العقيدة العسكرية المغربية، فأسلحتنا سرية وستكون مفاجئة للعدو بإذن الله. جيشنا المغربي محترف وليس ضعيفا، ويمتلك من القوة شيء الكثير ولله الحمد. حديثنا سيكون حول منظومة تور ام واحد، واللي هي واحد صفقة كان عقدها المغرب مع روسيا منذ مدة. هذا النظام هذا هو نظام صاروخي او منظومة دفاعية ارجو اللي كتسمى تور ام واحد. هذه المنظومة هذه هي منظومة قصيرة المدى اللي كتضرب لارتفاعات منخفضة وكذلك متوسطة، وكتعمل من خلال منصات إطلاق ذاتية الحركة مجنزرة من طراز GM-355 اللي كتعمل مع كافة أنواع الأهداف الجوية من مروحيات وصواريخ باليستية وحتى المقاتلات، وتدافع أيضا عن القوات البرية والنقاط الحيوية مثل الجسور ومراكز الدفاع والاتصالات وغيرها. المنظومة لديها القدرة على حمل 8 صواريخ من نوع 9M330 و 9M331 اللي كتطلق بشكل رأسي واللي كيبلغ الطول ديالها 2.9 متر، كما تحمل رأسا متفجرة بوزن 15 كيلوغرام، واللي كتبلغ سرعة ديال الصاروخ القصوى 850 متر في الثانية بمدى 12 كيلومتر على ارتفاع 6000 متر. كما تحتوي المنظومة على رادار نوع دوغير، وهو رادار مراقبة بمدى 25 كيلومتر بإمكانه متابعة 48 هدف دفعة واحدة. كما تحتوي أيضا على رادار سكريم هولف، مهمته التعقب والاشتباك والتوجيه الأوتوماتيكي البصري للصواريخ اللي كيبلغ المدى ديالو 20 كيلومتر، كما يمكنه قيادة صاروخين في آن واحد. ويقدر زمن ردة الفعل ديال هذه المنظومة هذه، يعني من لحظة اكتشاف الهدف وحتى انطلاق الصاروخ، من 5 حتى 8 ديال الثواني. كما يقدر زمن دورة الاشتباك، يعني من لحظة اشتباك اكتشاف الهدف وحتى تدميره، يعني من 10 ديال الثواني حتى 25 ثانية. بالنسبة لعملية الإطلاق الصاروخ، سيطلق عموديا بتقنية الإطلاق البارد بواسطة منجنيق المنظومة الذي يقذف بالصاروخ لارتفاع 25 متر، ثم تعمل عبوة وقود صاروخي داخلي، يعني داخل صاروخ محرك صاروخ في اتجاه محدد، مما يؤدي إلى إمالة الصاروخ. كما تشاهدون هنا، يعني لكم أن تلاحظوا الآن الدفع الرأسي خارج القوادف بتقنية الإطلاق البارد، وكيف يشتغل المحرك يعني بمجرد خروج الصاروخ من الأنابيب. كما تلاحظون الحوارق المشتعلة عند أنف الصاروخ، يعني لتوجيه الصاروخ. وعند وصوله للميل المحدد تعمل المحركات وينطلق الصاروخ في خط مستقيم كما تشاهدون في اتجاه المحل المستقبلي للهدف. هذا كل شيء، وأعتقد أن هناك الكثير في الطريق بإذن الله، لأن المغرب محاط بكثير من التهديدات. متابعي الكرام، حفظكم الله وحفظ الله المغرب وملكه المحبوب وشعبه الطيب، ودمتم سالمين وإلى اللقاء.